نجح البرنامج الاقتصادي او الاصلاحات الاقتصاديه اللي عملها، تعليق حضرتك يا باشمهندس محمد؟ والله انا يعني شايف ان هو صادق من يوم الانقلاب. هو قال ان دي شبه دوله، قال ان انا ما عنديش حاجه اديها لكم، قال ان انا ما عنديش برنامج، والنهارده بيثبت ان هو ما زال ماشي على نفس الخط. فهو صدقه مستمر، هو ما عندوش حاجه يديها، لكن بيرفع مرتبات اعضاء البرلمان ورؤساء الوزارات والوزراء وكبار رجال الدوله ورجال القضاء، بيرفع مرتباتهم وبيفطس في الشعب المصري. ليه؟ لان هي دول حصن الامان بتاعه، ده اللي بيحافظ عليه. فهو بيحمي نفسه، ما بيحميش مصر، ما بيحميش الشعب المصري، هو بيدمر مصر، هو بيخليها اقل من شبه دوله. فصدقه موجود من الاول، هو بس في ناس كتير ما كانتش شايفه. الحمد لله احنا قدرنا نشوف، بس للاسف شفنا في ناس ما شافتش وتمكن من اللي هو فيه النهارده، وعلينا ان احنا نعرف ازاي نخرجه منه ان شاء الله.